اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا وأصدقائنا في فلسطين الحبيبة، اللهم أمين يا رب العالمين. الله يبارك في الجميع. طبعا شهر رمضان مبارك على الجميع، ونسأل الله يا رب يكون شهر مغفرة للذنوب، اللهم أمين يا رب. إن شاء الله نكون مع بعض بإذن الله في بث مباشر نتكلم على بعض النصائح، وكذلك لو في أي أحد من الأصدقاء اللي بيتابعنا بإذن الله عنده أي استفسار أو سؤال إن شاء الله هنقوم بالرد عليه. طبعا الله يبارك في الأصدقاء، فيه موسم خلاص نقدر نقول على مقربة من الدخول حاليا، موسم عسل اللي هو الحمضيات أو الموالح، كذلك موسم السمرة، موسم السمرة في منطقة الخليج. طبعا بيختلف، ربما مثلا في موسم السمرة يبدأ قريبا بعد أسبوع مثلا، في ممكن يبدأ بعد 15 يوم، في هيبدأ بعد شهر. عامة هو متفاوت موسم السمرة من مكان لمكان، ولكن بس حبينا نتكلم فيما يخص اللي يكون عنده موسم قريب، سواء الأسبوع اللي احنا متواجدين فيه حاليا أو الأسبوع القادم، بالخصوص موسم الحمضيات. نتمنى طبعا من الأصدقاء اللي إن شاء الله يخش الموسم ده، لو في الخلايا أي بقايا ناتجة عن العجينة السكرية أو التغذية، إن النحال يحاول ينظف البقايا دي. أي بقايا في البراويز النحال شاكك فيها نظفها، على أساس إن إن شاء الرحمن تخش الموسم الله يرزقك، سواء بعدد قليل من العسل أو عدد كتير، يبقى أنت ما عندكش شك في الموضوع ده. تمام، دي رقم واحد. الأمر الآخر موضوع المكافحة للفروة، أي مادة أنت بتكافح فيها أثناء الموسم خلاص توقف عنها. تمام، يعني نتمنى ما نعملش الأمور ديت، علشان إحنا للأسف البعض بالخصوص يوم جاي سائل يقول لك أنا معلش كافحت، أو النحل فيه فروة، أو مثلا غزيت، يعني عاوزين نبتعد عن الأمور دي. الأمر الآخر موضوع الأساس الشمعي. الأساس الشمعي نقدر نقول خلال 25 يوم أو خلال الشهر اللي أنت هتكون متواجد فيه في موسم العسل، يفضل لو أنت عندك براويز مبنية استغلها ونزلها. تمام، على أساس أنك أنت تضمن بقدر كبير أن الرحيق اللي جاي من المرعى النحل ما يستخدموش مثلا في عملية البناء، وربما يهدر نقدر نقول في الإنتاج في النهاية. تمام، يعني الأخ النحال الله يبارك في الأصدقاء يحاول استغلال أساس أنزله في التجيش، وأنا بجيش وبأغذي نزل أساس ما عندكش مشكلة، إنما دخلت موسم حاول بقى نقدر نقول بقى سواء عندك عاسلة أو سواء أنت هتضيف للنحل براويز أثناء الموسم، ضيف البراويز المبنية اللي هي جاهز عندك، إلا في حالة أنك أنت مضطر يعني ما عندكش إطارات مبنية والنحل هينزل زوائد شمعية، ففي الحالة دي خلاص بقى أنت مضطر تنزل أساس من الشمعة. تمام، فنتمنى نأخذ الشيء ده بعين الاعتبار. طبعا احنا يعني انا عن نفسي بفضل ان الاخ نقدر نقول لو عاوز يحيز الملكة في وضع البيض على بروازين في الحاجز الملكي يكون افضل. تمام، وطبعا ما شاء الله اللي عامل استعداده من الخلايا ومن الكثافة النحلية اثناء التجييش، مثلا موصل الخلية ما شاء الله 15 20 برواز، وعاوز تركب حاجز ملكي ما بين العاسلة وطبق التربية، يكون كذلك برضو ممتاز، لان انت كل ما هتقلل من البيض بالنسبة للملكة اثناء الموسم، فانت كذلك بتقلل من المصروف اللي هو نقدر نقول النحل هيجيبه من المرعى من الرحيق، انت هتقلله، يعني بدل ما النحل يجيب رحيق ويلف على اليرقات او الحضنة يغذيها بالرحيق ده، لا انت كده وفرته، خليت النحل يخزن مباشر. ده كله طبعا في نهاية الموسم. تمام، بعد نقدر نقول
نسأل الله يا رب يكون الأجواء معتدلة، ما يجيش منخفضات جوية، الأمور دي كلها بتؤثر. يعني بعد نهاية الموسم بتلاقي عندك إن ما شاء الله الإنتاجية أصبحت أفضل. تمام. طب نحاول نرد على بعض الاستفسارات، ولو فيه برضو نصائح نقولها واحنا بنتكلم. مشكور كل الأصدقاء اللي بيتابع معايا، وبعتذر لو في أحد كان سأل أسئلة وما ردناش عليها أو تأخرنا، نتمنى يكون متابع معانا ويسأل السؤال إن شاء الله. الله يجزيك الخير الأخ بلبل، الله يبارك في عمرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتقول هل ممكن حجز الملكة في قفص الملكات خلال موسم الفيض كوني لا أملك حاجز ملكات؟ الأخ الحبيب الله يبارك في عمرك، والله أنا أفضل إن احنا ما نخليش الملكة تنقطع نهائي عن البيض. خلي بالك من الجملة دي، أنا أفضل إن الملكة ما أقطعهاش نهائي عن البيض. لا، خلي الملكة تضع البيض حتى لو في برواز، حتى لو في بروازين، لأن البرواز أو الاتنين دولت مع مرور مثلا 25-30 يوم الموسم هتفرق معاك أنت، هيكون الخلية فيها دم جديد أو نقدر نقول أجيال جديدة. حتة أنك أنت تضع الملكة مثلا في حاجز قفص أو كلام من ده، أنا أفضل البعد عن الشيء ده. كان ليا تجربة العام الماضي مع موسم البرسيم، يعني كانت تجربة سيئة شوية، فلذلك أنا ما أنصحش أحد بالعمل ده. تمام. عندك حاجز ملكي ما فيش مشكلة، ما عندكش خلاص أنت مضطر، نقدر نقول أنت مضطر، فاهمني؟ مش مضطر مش معنى كأنك أنت تروح تقفص عليها، لا، يعني أصلا أنت مضطر أنك أنت تترك الملكة داخل الخلية. تمام. أخويا محروس الله يبارك في عمرك، تحياتنا ليك وللأصدقاء في العراق، الله يبارك فيك، رمضان مبارك عليك وعلى الأصدقاء جميعا. بتقول هل النحل في الوقت دوت شرس؟ نعم نعم أخويا محروس، في شراسة، لأن ما تنساش إن النحل محضن، أو نقدر نقول في نشاط، سواء مثلا الرحيق جاي من المرعى أو حتى حبوب اللقاح اللي جاي، وكمية البيض، ونقدر نقول معظم الخلايا ربما بتأدي كمان استعدادها للتطريد، ده كله من يعني بيؤدي نقدر نقول لشراسة، بس شراسة مؤقتة أخويا محروس. تمام. بتقول السؤال التاني، رفعت طابق تاني ونزلت شمع أساس في طابق التربية والنحل بنى زوائد شمعية في الطابق التاني، هل أرفع الأساس في طابق التربية؟ لا طبعا، طابق التاني لا، ما ترفعش في العسلة أخويا محروس، نزل الأساسات بس حطها ما بين الحضنة المغلقة والحضنة المفتوحة في طابق التربية. تمام. ولابد يكون طابق التربية اللي هو الأول ممتلئ بالكامل بالبراويز، ما تحطش بروازين أساس جنب بعض. يعني لو أنت منزل في الخلية بروازين، نزل مثلا واحد رقم اتنين واحد، ويفضل يكون ما بين البراويز بتاع الحضنة، من أجل أنك أنت تدفع النحل نقدر نقول لعملية البناء بقوة. تمام. والله يسر لك الحال الأخ محروس، وتحياتنا لأصدقائنا في العراق. الأخ الكريم بتقول عندك طردين متكونين من 5 براويز، متوسط الكثافة لكل واحدة تحتوي على إطارين حضنة مغلقة من السداب للسداب، لا أستطيع الحاق بهم بالموسم، على العلم إنها كانت على إطارين فقط الشهر الماضي. طب الموسم بتاعك إمتى؟ الأخ رضوان يعني عرفني بلدك معلش، أنت منين والموسم بتاعك إمتى؟ أخ أسامة الله يبارك في عمرك، الله يجزيك الخير، تحيات ليك. الأخ الكريم بتقول عندك ملكة 25 يوم منها، طب الملكة ديت يعني قديمة ولا ملكة عذرة ولسه متلقحة؟ يعني وضح لي عشان أقدر أفيدك بصورة أوضح، نتمنى اللي بيسأل سؤال يوضحه بصورة أوضح. أخويا محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بتقول النحل عندي لا يجمع العسل ولكن يجمع حبوب اللقاح بكميات كبيرة. طيب ما عندكش أزهار فيها رحيق، فاهم عليا؟ ما هو النحل الله يبارك في عمرك في أي بلد سواء عربية أو حتى أوروبية، النحل بيجيب من اللي متوفر من قدامه، متوفر أزهار فيها رحيق هيجيب رحيق، متوفر أزهار هيجيب منها حبوب لقاح هيجيب حبوب لقاح، فاهم عليا؟ ملوش علاقة بالنحل ده.
اخونا رضوان من ليبيا، والحمضيات بدات تظهر من اسبوع تقريبا. طيب ممتاز، بس لا مش هتلحق انت. اللهم صل على سيدنا محمد. انت لو اعتبر الحمضيات عندك في ليبيا مقاربه زي عندنا في مصر، الخليه اللي انت بتتكلم عليها ديت، او الخليه اللي هي الطرديني اللي عندك، اللي نقدر نقول خليه متوسطه، انك انت مثلا بتتكلم كانتاجيه اللي هي انت مثلا متفائل بيها، هيكون من الصعب عشان ما اضحكش عليك. ولكن كفى انك انت على اساس طول موسم الحمضيات خلال مثلا الشهر تقدر تأول خلايا ديت، توصلها مثلا من الخمسة، توصل معاك ما شاء الله لعشر براويز، ترفعها مثلا طابق تاني. نقدر نقول بتعمل تجييش، خلي بالك بتعمل تجييش طبيعي، لان الخلية عندك ضعيفة. تجييش طبيعي من المرعى، سواء حبوب لقاح او رحيق، استعدادا للموسم اللي هيكون بعد كده باذن الله. فاهم عليا؟ طبعا لو ربنا رزقك اكيد بجزء من العسل، فاللهم لك الحمد ولك الشكر، انما ما تعولش عليهم انك انت تاخد منهم انتاجيه، لان الخلايا تعتبر طرود. فاهم؟ والله يسر لك الحال يا رب. الاخ الكريم الله يبارك في عمرك بتقول ملكه عذرة. طيب ملكه عذرة معنى كده ان هي ممكن يكون ما تلقحتش. تمام، انت بتتكلم ملكه عذرا بقى 25 يوم، احتمال يكون ما تلقحتش، احتمال يكون فيها مشكله. تمام، انا انت بتقول اغيرها ولا ما اغيرهاش؟ والله انا انصحك لو انت متوفر عذرا مكانها او بديله ليها، اتخلص من العذرا القديمه ديت، اتخلص من العذرا القديمه ونزل عذرا تانية، لان هي جلست 25 يوم، ونقدر نقول ده كله بيقلل من رغبه الملكه للخروج للتلقيح. فاهم عليا؟ الاخ بلبل الله يبارك في عمرك بتقول تحياتي ليك، انا من العراق، تحياتنا ليك والاصدقاء في العراق يا رب. بتقول صارت حاله خنفسه مثلثه الراس على ظهر النحله، وتحياتي لك ولكل المجرم. شكلها ايه الخنفسه انت بتتكلم عليها ديت، ولا انت بتتكلم على ابو مقص الصغير ده؟ يعني بس وضح لي عشان انا اقدر افيدك بصوره اوضح. يعني اللي احنا نعرفها او المتعارف عليها، خنفسة العسل دي بتكون داخلة، بيكون هدفها الوحيد اللي هي تأكل عسل، والتوقيت بتاعها مش دلوقتي. يعني الخنفسة اللي بتيجي مثلا في الخلايا وتخش تأكل من العسل دي، التوقيت بتاعها مش التوقيت الحالي. انت اكيد يعني تقصد اللي هو بيطلق عليه ابو مقص صغير جدا، ده اللي انت تقصده ولا حاجة تانية؟ اخويا رضوان بتقول درجه الحراره فوق الخمسه، فوق ال20، وايام توصل ل30. ماشي مفيش مشكله، انا افدتك الاخ رضوان بقى، انا افدتك في الموضوع ده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحياتنا ليك والاصدقاء في كردستان العراق. تقول عندك النحل يعمل بيوت ملكيه، هل نقدر ناخذ هذه البيوت للتقسيم صالحه، او بماذا انصحك؟ طيب والله بص، انا عشان انصحك في الموضوع ده، البيوت اللي هي نقدر نقول ناتجة عن التطريد دي بيوت ملكية. طب البيوت الملكية دي ناتجة عن التطريد، ولا مثلا خلية كانت يتيمة؟ يعني مثلا خلية ما شاء الله مكتظة 10 براويز 9 براويز، وانت عاوز تستفيد من البيوت الملكية دي، ولا خلية نقدر نقول إحلال، ولا يعني وضح لي بس البيوت الملكية دي. تمام اخويا مراد، تحياتنا ليك والاصدقاء في الجزائر. بتقول يعني اركز في تجيش النحل فقط، مع اني توقفت عن التغذيه من اسبوع تقريبا. ما هو اخويا رضوان صلى على سيدنا النبي، عشان ما نكونش بنضحك على بعض، خليه متوسطه في حدود الخمس براويز، مع موسم الحمضيات اللي هو يعتبر بدا فعليا زي ما حضرتك تفضلت داخل ليبيا. تمام، انت بتعول على انتاجيه ايه؟ يعني من الاخر، الله لو رزقك مثلا بكيلو او كيلو ونص او 2 كيلو من العسل، فيبقى نعمه، لان خليه ضعيفه، الخليه ضعيفه. فاهم عليا؟ فانت اصبح انك انت لو النحل احتاج توسع داخل الموسم هتزود لها، على اساس ان ربنا ييسر الحل لما الموسم ينتهي. وخليه زي اللي عندك دي توصل 10 براويز او ترفعها طابق تاني، انت استفدت فيها عسل بقى متواجد، اللهم لك الحمد. مفيش، ما تكونش زعلان، لا بالعكس، انك انت جيشت الخليه في الموسم، لان هي طرد، هي تقسيمه جديده، هي خليه ضعيفه. فاهم اللي انا اقصده ايه؟ هي مثلا اقدر اقول لك ان هي مستعده وجاهزه وكامله.
اخويا احمد، تحياتنا ليك والاصدقاء في سلطنه عمان. يا رب. بتقول النحل لا ياتي لتغذيه الخارجيه من اسبوع، هل يوجد سبب؟ طب درجه الحراره عندك ايه؟ الاخ احمد، يعني النحل معروف ان هو بيروح على التغذيه في اي وقت الا لما يكون في المرعى مثلا رحيق، او درجات الحراره منخفضه، او في مشكله لا قدر الله زي الامراض داخل الخليه. تمام، يعني فوضح لي بس مستوى النشاط عندك ايه في النحل. تمام. الأخ أسامة، الله يبارك في عمرك، تحياتنا للأصدقاء في العراق يا رب. بتقول بالنسبة لل قسم من الخلايا طابق تاني، لكن المشكلة بعد ما صعدت طابق تاني صارت رطوبة بالطابق التاني وقطارات مية، ما هي الإجراءات للتخلص من الرطوبة؟ طب هي الدرجات عندك عاملة إيه في العراق الأخ أسامة؟ يعني أقصد درجات الحرارة عندك قد إيه؟ مستقرة كده مثلا في حدود 20 25 ولا منخفضة؟ يا ريت بس تعرفني الشيء ده، الله يبارك فيك. أخويا مراد بتقول خليها 9 قطرات تعمل العسل، يعني مش فاهم، يعني أنت تقصد خليها 9 براويز لو دخلت بيها الموسم تكون ممتازة، ولا أنت تقصد حاجة تاني؟ لو أنت تقصد إن الخلية 9 براويز في الموسم هل هي كويسة ولا لأ؟ لا هي كويسة مش وحشة. هي خلية ما شاء الله لو الموسم مثلا ممتد على مدة شهر، تمام، فانت كان حل لابد تنتبه ليها لان ممكن تطرد، فاهم؟ لا هي مش وحشة، هي ممتازة، خلية 9 براويز ده لو انت تقصد السؤال ده. لو تقصد شيء تاني الله يبارك لك ووضح لي. الاخ محمد بتقول عندك نحل كتير ميت قدام الخلايا. طيب ما هو انا مش هقدر اقول لك النحل اللي ميت عندك ده سببه ايه، الاسباب كتيرة، تمام. في حاجات الله يبارك في عمر الاصدقاء اللي بيتابع معانا، انا ممكن اقضي الاخ نصيحه، في حاجات محتاجه امور اوضح. انا ما اعرفش اللي ميت عندك ده تسمم، نحل كبير في السن، نحل لا قدر الله زاحف نتيجه عن مرض، الامر ما بيجيش بالصوره دي. يعني الاخ احمد بتقول افضل عدد براويز لدخول موسم الحمضيات 5 و6 ولا اكتر؟ هو الله يبارك في عمرك، بص يعني يفضل كل ما يكون ما شاء الله العدد ممتاز بيكون الانتاجيه بتاعتك افضل، تمام، بس خلينا نقول 7 و8 وانت طالع ممتاز، يعني 7 و8 وما فوق ممتاز. ليه؟ لان ما شاء الله نقدر نقول 7 او 8 براويز او 9 براويز، تمام، الخلايا من الداخل لو فيها كميه من الحضنه، تمام، انا ممكن في لحظه ان انا ارفع طابق تاني وارفع براويز حضنه وانزل اطارات مبنيه واشغل الخليه، لان عندي نقدر نقول 4 5 حضنه داخل الخليه، فاهم؟ عندي جيش من النحل. لا. انما 5 دي نقدر نقول متوسطه على ما تقوم معاك، على ما تقوم معاك وتبتدي نقدر نقول توصل للقوه اللي انت محتاجها، هتبص تلاقي خلاص 3/4 الموسم عدى، لان موسم الحمضيات كما تعلم ما هوش مش كبير يعني، تمام. بتقول هل ينفع تضم خلايا نحل على سطح الدور الثالث ام المسافه عاليه على النحل؟ والله بص، لا هي مش عاليه. موضوع انك انت تضع مثلا الخلايا في الدور الثالث او الدور الثاني او كلام من ده، لا هي مش عاليه. النحل في الجبال الله يبارك في عمرك وبينزل من الجبال الاوديه، ملهاش علاقه، تمام، بس اهم حاجه انك تخلي بالك ما يكونش جيران جنبك او السكان او ما شابه ذلك منع لا قدر الله لحدوث مشاكل ازعاج. ما تنساش ان النحل بيجي له في بعض الاوقات بيكون شرس، زي ما الاخ محروس من العراق كان لسه يتحدث معنا دلوقتي يعني، تمام، فانتبه للنقطه دي اهم حاجه، منع لا قدر الله تاذي احد من الجيران او الاولاد وتكون مشكله ليك، تمام، انما هو لا يوجد اي مشكله. الاخ فتح الله يبارك في عمرك، نسأل الله يا رب تكون في خير وفي نعمة. طب السؤال بتاع الأخ فتحي راح فين؟ نعم، أهو. تقول عندك خلية نحلة عند الفحص وجدت العيون الثلاثية مملوءة بمادة لونها أبيض مثل غذاء الملكات، ما هي هذه المادة؟ طب ما هو أنا برضو صعب إن أنا أقول لك، ما ممكن يكون خبز نحل، في حبوب لقاح بتكون النحل بيخزنها داخل البرواز، تمام، لونها لون أبيض، تمام، وممكن يكون نقدر نقول مثلا يرقات النحل مغذيها بكميه من الغذاء الملكي، تمام، ويمكن يكون يرقه
متحللة، فاهم متحللة يعني ايه؟ يعني ماتت وتحللت داخل العين الثلاثية. برضو دوت محتاج ان الواحد يشوف الصورة دي او يشوف الفيديو ده، انما مش هيتحكم عليها كده بالحديث يعني، عشان بس ما اقولكش شيء اضرك فيه لا قدر الله. الاخ اكبر الله يبارك في عمرك، تحياتنا ليك وللاصدقاء في البحرين الله يبارك فيك، ونسال الله يا رب تكون في خير وفي نعمة. الاخ طه، نسال الله يا رب تكون في خير. نعتذر الاخ طه، بس انا بتكلم بناء على الحساب بتاعك يعني. بتقول خنفسة صغيرة ظهر النحل وليس فارغا وعاء شريط. والله يا اخي انا ما عشان ما اكونش كاذب معاك، الله يبارك لك، انا الشكل اللي انت بتتكلم عليه او المسمى اللي انت بتتكلم عليه ده تمام، انا مش واصل لي والله. انا اكلمك بصدق، لو ترسل لي صورة مثلا للشيء ده على الواتس اب بالرقم المصري اكون مشكور، لان الرقم الواتس السعودي فيه مشكلة ما بيفتحش خالص. فلو ترسل لي على الرقم المصري صورة للشيء ده اكون مشكور ليك يعني، تمام، لعل اقدر افيدك فيها. انما انا دلوقتي بناء على كلامك والله صدقا مش واصله لي يعني، تمام. الاخ اسامه، بالنسبه لدرجه الحراره اللي عندك ال 25 درجه، تمام، درجه ممتازه، خلي بالك يعني ما تقديش ان يكون في رطوبه في الخليج، تمام. ف الله يبارك في عمرك. بالنسبه للخلايا اللي عندك، اتوقع ان انت حطيتها مثلا على سطح المنزل، صح؟ يعني اتوقع ذلك، انت واضعها على سطح المنزل، فانت محتاج ان نضع، نقدر نقول تضع مثلا كراتين، او عاوزك تحط حاجه على البلاط نفسه، فاهم انا اتكلم في ايه؟ يعني انت حاطط الخلايا على السطح فوق استنداد حديد، تضع الله يبارك في عمرك تحت الخلايا ديت، مش تحتها مباشر، لا تحت في الارضيه قطع كراتين او اي شيء، لان ده كله بنقدر نقول بيقلل من الرطوبه اللي صاعده من الارض، تمام. الامر الاخر، ما تنساش انك انت عندك ما شاء الله الكثافه النحليه اللي مغطيه الطابق الاول من 10 براويز، تمام، نقدر نقول بخار الميه اللي الداخل اللي هو بينتج عنه الرطوبه ده هو مش لاقي منفذ نقدر نقول يخرج، هي دي المشكله يعني، هي دي المشكله، فاهمني. فضع بس الكراتين اللي انا بقول لك عليها ديت، صدقني هتدي معاك نتائج ممتازه. الامر الاخر، لو الاجواء تكون مشمسه برضه وترفع الغطا وتترك بس الخيشه مثلا مده 5 دقائق او 10 دقائق، طبعا الاجواء مشمسه وانت موجوده، وانت موجود مع النحل يعني، برضو كذلك الامور هتكون ممتازه باذن الله، تمام. الاخ احمد الله يبارك في عمرك، بتقول درجه الحراره 27 درجه وجمع حبوب اللقاح ممتاز. طيب المفروض ان النحل يشرب التغذيه كده يعني، المفروض النحل يستهلك التغذية الخارجية اللي أنت حاططها، تمام؟ هل النحل مستعلم على الرحيق من الخارج؟ لأن ساعات النحل بيشوف بعض الأزهار في الخارج نقدر نقول بتكون مفضلة ليه بالنسبة لأحسن من التغذية، فاحتمال يكون النحل بيجيب من الخارج نقدر نقول رحيق. الأمر الآخر، حاول تحط بعض المحفزات على التغذية الخارجية اللي أنت بتحطها دي، يعني حاول مثلا تحط مثلا ليمون معاها، أو تحط مثلا عليها منقوع شيح، تمام؟ الامر الاخر، قلل من التغذيه يعني، قلل من التغذيه بس لحد ما النحل يبتدي يستهلك منها عشان ما ترميهاش، وبعد ما يبتدي يستهلك يبقى زود فيها، تمام. الاخ حسن الله يبارك في عمرك، طول عاوز تنقل النحل من مكان لمكان اخر، والمسافه كيلو كيلومتر، ومنخفض الجوي، انت منتظر منخفض الجو يعني. طب كيلو متر، خلي بالك النحل هيرجع، النحل هيرجع، النحل الكبير بالخصوص، حتى لو نقلت مع منخفض جو ومنخفض استمر 3 4 ايام هيمنع النحل من الخروج، اول ما النحل هيخرج وهيسرح النحل الكبير هيرجع تاني. انا بقى اكلمك بصدق وبامانه، كيلو قليل، لازم تزود المسافه شويه بس. الامر دوت بص صدقني، لو النحله خلاها محبوس اسبوع اسبوع، اول ما النحله الكبيره اللي هي كانت بتسرح في الحقل او المرعى هتخرج للسروح هترجع مره تانية، تمام. فيفضل تطلع مثلا على الاقل 3 كيلو، انا بعطيك نصيحه واتمنى تاخذ بيها.
الأخ أسامة الله يبارك في عمرك، سمعت الإجابة بتاعته ولا ما استمعتش؟ أتمنى يكون بس مستمع أنت والأصدقاء اللي بتتابع معانا. أخونا من كردستان، الناس الله يا رب تكون في خير، بتقول البيوت ديت من خلايا يعمل لها التطريد. طيب صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لو الخلايا اللي هي بتطرد عندك دي أنت شايف إن هي خلايا ممتازة، أو مثلا كانت في الخريف معاك ممتازة، أو في الشتاء كانت ممتازة، أو نقدر نقول آخر موسم عسل عندك كانت الإنتاجية بتاعتها كويسة، توكل على الله استغل بيوت التطريد دي، بس أهم حاجة ما تكونش جاية من خلية سيئة، هي دي اللي احنا بنتكلم فيها. لأن أنا عاوز أقول لك حاجة أنت بس واللي بيتابع معانا، مش أي خلية تبني بيوت تطريد يبقى الخلية دي عندها سلوك التطريد أو سلوك سيء، لا، في خلايا احنا كنحالين مش مدينا التوسعة، مش مديين للخلية توسعة من البراويز، وبالتالي في كمية نحل داخل الخلية مزدحمة، فاهم عليا؟ فهي لابد تطرد، هي مفيش مكان تضع البيض فيه، تمام؟ فأنا بالتالي بقول لك لو البيوت ديت ناتجة عن خلية ممتازة استغلها، استغلها وقسم عليها، تمام؟ بتقول عندك خلية شرسة جدا منذ فترة كبيرة، لم لو سمحت يوجد حل؟ فترة قد ايه يعني؟ فترة مثلا شهر، ولا فترة مثلا سنة، ولا سنتين؟ يعني وضح لي بس الفترة احسن، هي في شراسة مؤقتة اللي هي مثلا شهر، شهر ونص، بالكثير شهرين، وبعد كده بيرجع النحل لوضعه الطبيعي مرة تانية، تمام؟ لو الخلية اللي عندك ديت اللي انت بتقول الشراسة فيها عالية جدا مثلا من الصيف الماضي او من الربيع السنة اللي فاتت، او مقصود كلامي من فترة كبيرة، تمام؟ في الحالة ديت انصحك غير الملكة، غير الملكة بملكة أخرى، بس عشان تغير الملكة ما تخليش الخلية دي تربي هي الملكة، لأ، أنت هتجيب ملكة من خلية أخرى، هتجيب ملكة من خلية أخرى، فاهمني؟ سواء عذرة أو حتى بيت ملكي، تمام؟ وتنزلها الخلية دي على أساس إن هي الملكة طبعا اللي هتيجي جديدة ديت تخرج لك أجيال مثلا من النحل أو من الشغلات ما عندهاش نقدر نقول صفة الشراسة. ده طبعا لو نقدر، لو احنا بنقول ان السبب الاساسي هي الملكة عندك، ده طبعا يرجع زي ما انا قلت لك، هل الشراسة من فترة كبيرة ولا قليلة؟ الاخ اسامة الله يبارك في عمرك، تمام انا عارف ان النحل على سطح المنزل، وانا قلت لك على الامر في ايه. اخويا مصطفى الله يبارك في عمرك، تحياتي ليك. الاخ فتحي بتقول الله يبارك فيك، المادة ديت مثل العسل سائل ولونها ابيض. طب انت اخويا فتحي انت عندك مرعى جرجير؟ يعني انت عندك مرعى جرجير مزهر؟ يا ريت تفيدني، لان ممكن يكون رحيق ناتج عن الجرجير برضه. السلام عليكم، رمضان كريم، عند التقفيص على البيوت الملكية عند خروج العذرات، هل استطيع ان اترك واحدة حرة للخروج للتلقيح وفي نفس الوقت احتفظ بالعذرات في نفس الخلية؟ لا لا، ما انصحكش، تمام؟ ما تفكش ملكة حرة في الخلية إلا لما توزع باقي الملكات على التقسيمات، أو توزع الملكات الأخرى على النوويات بتاع التلقيح، تمام؟ ليه؟ عشان النحل يكون مهتم بكل الملكات، فاهم أخويا الحبيب؟ الأخ مصطفى بتقول ضروري هذه الأيام التغذية لأن الأجواء متقلبة. طب أنت منين أنت؟ أنا مش فاهم، يعني ممكن يكون ضروري بالنسبة للمنطقة بتاعتك، انما انا داخل موسم حمضيات او موالح اغذي ليه انا بقى؟ فيا ريت بس تعرفني انت تقصد ايه، ولا المكان بتاعك بيقول كده، ولا يعني توضح لي بس اكون مشكور ليك. الله يبارك في عمرك الاخ محروس، الله يجزيك الخير. الاخ طه الله يبارك في عمرك بتقول ان الخنفساء تصير على البطن النحل. يا اخي والله انا ما عندي علم، اللي انا اعرفه بالنسبه اللي بيكون على الحلقات البطنيه للنحل، وده اللي احنا بنشوفه باستمرار، اللي هو نقدر نقول سواء قمل النحل او الفروه، انما موضوع الخنفساء دي انا صدقا ما تكون حتى على بطن النحل ما عنديش علم، انا اكون كاذب لو افدتك فيه، الا لو ارسلت لي صوره مثلا على الواتس ان انا اقدر افيدك فيه، فاهم عليا؟ اخويا سعيد بركات، تحياتنا ليك والاصدقاء في فلسطين، الله يبارك في عمرك. اخونا الكريم بتقول عندك خلية 13 برواز
وبموسم حمضيات وبنات بيوت ملكيه وحبات وحبات للتطريد، وقتلت البيوت الملكيه واليوم شفتها ما فيها ملكه وفيها خمس بيضات بالعيون الواحده ما العمل حاليا. طيب هي الخليه دي فاقده الملك كان بالها قد ايه؟ يعني الخليه اللي انت بتقول ما شاء الله 13 برواز دي، الملكه انت فاقدها من بالها قد ايه؟ بالها يوم، اتنين، اسبوع، شهر. تاني حاجه، هل في حضنه مغلقه ومفتوحه داخل الخليه دي ولا لا؟ وضح لي سؤالك، الله يبارك في عمرك. اخويا يعقوبيان، تحياتنا ليك والاصدقاء في الجزائر. هل الدبور يؤثر على الخلايا الضعيفه في الوقت الحالي؟ بتتكلم على الدبور الاصفر صح؟ بتتكلم على الدبور الاصفر اخويا يعقوبيان ولا على حاجه تانية؟ عامه لو الدبور الاصفر اللي انت بتتكلم عليه تمام، ده يرجع لامر مهم. نقدر نقول هل الدبور الاصفر اللي عندك ده بيهاجم النحل؟ تمام، يعني احنا ساعات بيكون مثلا موجود عندنا دبور اصفر حبه اتنين تلاته، ما بيأثرش، ما بيسببش مشكله. امتى يسبب مشكله؟ لما بيهاجم الخلايا او بكميه، يكون بكميه كبيره عندك لا قدر الله، فهمني؟ انما نقدر نقول لو بيروح مثلا على المروه بتاع الميه حبه اتنين تلاته، لا ما تسببش مشكله. الكارثه في العدد الكبير. الاخ رامي، تحياتنا ليك وللاصدقاء في سوريا، الله يبارك لك. بتقول عندك خليه كانت على 6 براويز اصبحت 3 براويز، والملكه بتضع في بعض الاحيان بطين في العيون السداسيه، مع العلم الملكه موجوده والمرعى جيد. الملكه ديت الاخ رامي الله يبارك لك، الملكه ديت لو على الوضع اللي انت بتتكلم عليه، عدم انتظامها في البيض ده من فتره كبيره مثلا من شهر او ما شابه ذلك، غيرها. انا انصحك، لان سبب نقدر نقول سبب تراجع الخليه دي الملكه، بس يكون عدم انتظام الملكه في البيض من فتره على الاقل شهر، ما تقوليش مثلا من 10 ايام ولا من اسبوع. تمام. منذ الصيف الماضي الاخ محمد، طب انت كنت بتتكلم عليه، معلش عشان بس. طيب طب ماشي، غيرها بقى، غير الملك. الاخ محمد تتكلم على الشراسه، تمام، بتتكلم على الشراسه، انت بتقول من الصيف، غير الملك. اسم النصيحه مني، غيرها. الاخ مصطفى بتقول افضل تقسيم بره برايي تغيير مكان الخليه ام وضعها لتقسيم مكانها هنا، لا تسرق ولا تضعف. يعني انت بتسال السؤال اخونا مصطفى ولا بتقول ايه؟ يعني انت بتسال افضل تقسيم ايه؟ افضل تقسيم انا من وجهه نظر التقسيم اللي انت تنقلها خارج المنحل دي، بالنسبه لي انا افضل، لان حطيت فيها 3 براويز، حطيت 4 براويز، مفيش نحله هيرجع مره تانية لاي مكان. تمام، بس في البعض بيكون امكانياته ضعيفه، هو صعب ان هو يخرج الخليه من المنحل، صعب ان هو يروح لاي موقع اخر. تمام، كل واحد بيعمل حسب متطلباته. تمام. الاخ الكريم، تحياتنا ليك والاصدقاء في المغرب، الله يبارك في عمرك. الاخ علي بتقول لديك خليه من 6 اطارات وقدم لها تغذيه كل 3 ايام وغدا او بعد غدا، والله اعلم هناك منخفض جو ل4 ايام، بماذا تنصحني؟ علما ان في العراء وانا مبتدئ، وجزاك الله كل خير. طيب الاخ علي الله يبارك في عمرك، الخليه عندك القوام بتاعها يقاوم 6 براويز؟ عامه 6 براويز ديت لو فيها ما شاء الله 2 عسل كامل، فاهم عليا؟ لو فيها بروازين عسل، والبراويز اللي هي في المنتصف اللي فيها الحضنه برضو نقدر نقول الهلال من الاعلى، فيها عسل برضو ناتج عن التغذيه، ما تخافش ان المنخفض يجي ويعدي، ما فيش مشكله، لان الخليه فيها مخزون كامل. تمام، انما الخليه ال6 براويز دي لا قدر الله لو ما فيهاش عسل خالص وفقط موجود مثلا حضنه او البراويز فارغه من العسل، لا هنا مشكله، هنا مشكله، وفي الحاله دي تضع عجائن او تقدم تغذيه مركزه. تمام، هو اهم حاجه يكون في الخليه على الاقل بروازين مليانين من العسل، اصبح المنخفض هيجي ويمر او يعبر، وما تقلقش خالص، الامور هتكون عندك في افضل الاحوال يعني. تمام، طبعا ما تفتحش الخليه اثناء المنخفض نهائي. اخ مروان، تحياتنا ليك والاصدقاء في سوريا، نسال الله تكون في خير يا رب.
طب ناخد سؤال الاخ مروان، ولو انك طب لحظة اخونا مروان عشان بس ناخد الاسئلة بالترتيب ونسأل الله تكون في خير. يعني الاخ احمد بيقول: ما هو رأيك في علاج المكونات السمول والزيت والمنتول؟ يعني العلاج دوت الاخ احمد بيتباع عندك في سلطنة عمان تمام، ولا بيتباع فين؟ هو عامة المركبين الأساسيين اللي أنت اتكلمت عليهم سواء السيمول أو المنتول تمام، إحنا بنكافح بالمواد ديت في درجة حرارة نقدر نقول 25 درجة تمام، وبنضع طبعا السيمول أو المنتول مع الفوزلين وبنضعه في الخلايا، ممتاز الصراحة، أنا أكلمك بصدق بيؤدي النتائج ممتازة، بس هو بيكون عاوز درجة حرارة نقدر نقول معتدلة، يعني ما ينفعش أحد مثلا يكافح في درجة حرارة 30، ما ينفعش واحد يكافح على 40 تمام، فهو نقدر نقول التوقيت الامثل ليه اللي هو 25 درجه 20 درجه اللي هي الدرجات المعتدله، لحد ال 27 ما فيش مشكله، يعني لحد 27 درجه برضو ما فيش مشكله تمام. ده اللي انا اعرفه على السيمول والمنتول احنا بنشتغل بيه، انما المنتج اللي انت بتتكلم عليه ده ممكن يكون متواجد عندك في السلطنه او جاي مثلا استيراد مثلا من تركيا تمام. عامه جرب على خليه وشوف النتائج ايه تمام. الاخ يعقوبيان بتقول: الدبور الاصفر حوالي 20 يدخل الخلايا. طب بيدخل الخلايا الاخ يعقوبيان وياخذ من العسل، يعني بيخش الخلايا ياخد عسل، ولا بيخش الخلايا ويطلع بنحل شايل نحل مموته؟ الاخ طه الله يبارك في عمرك: الماسنجر والله انا صعب ان انا بفتحه صدقني، يعني قليل ان انا اكون متابع الماسنجر، يعني على العموم خلاص انا هشوفها، انا على الماسنجر اشوفها، اوعدك ان شاء الله اشوفها وارد عليك. طب الاخ مروان الله يبارك في عمرك بتقول: النحل اللي بيجيب غبار الطلح او حبوب اللقاح هو نفسه اللي بيجيب الرحيق؟ نعم مفيش اختلاف الله يبارك فيك، هو النحل الله يبارك في عمرك سواء راحت جابت حبوب لقاح من الخارج او جابت رحيق، هي عامه النحله هي اللي بتقف على الزهره ديت هي هيها تمام، ولكن ده بيرجع نقدر نقول للزهره نفسها، هل الزهره نقدر نقول بتفرز الرحيق بالقوه اللي النحل يقدر يجيب منها ويجمع منها ويروح على الخليه ويخزن، ولا نقدر نقول فيها نقدر نقول حبوب اللقاح بكميه اكبر؟ فاهم عليا؟ وبعدين في ازهار بيكون فيها الاثنين، فيها حبوب لقاح ورحيق تمام. فعامة الله يبارك في عمرك الأخ مروان، في حاجات نقدر نقول بالنسبة لنا إحنا سواء عرفناها فإحنا بنعرفها كمعلومات عامة بس، إنما هي ملهاش الأهمية بتاعتنا الكاملة. فاهم عليا أنا أتكلم فين؟ بتقول: أنت بتغذي كل يوم والخلية من 6 براويز ويوجد 3 قطارات حضنة ولا يوجد مخزون عسل أبدا، هذه صحيح؟ طب انت بتغذي كل يوم ازاي يعني؟ انت المفروض انت بتغذي كل يوم دوت، يعني الخليه اصلا تكون مليانه عسل تغذيه سكريه. بتغذي تغذيه خارجيه ولا تغذيه داخليه؟ تمام؟ وبتغذي بمقدار ايه؟ يعني على كلامك اللي انت بتتكلمه ده، على كلامك اللي انت بتتكلمه ده لا قدر الله الخليه دي بيحدث فيها سرقه. بيحدث فيها سرقه ان العسل نقدر نقول اللي النحل بيخزنه ناتج عن التغذية أو حتى التغذية نفسها في خلايا قوية بتيجي تسرقها، ده معنى كلامك، لأن أنا لو غذيت نقدر نقول 1 لتر تغذية سكرية، المفروض ال1 لتر دوت ألاقيه داخل الخلية سواء في البراويز أو سواء إن الحضنة أو اليرقات استهلكته تمام، إنما ما ألاقيش أثر نهائي، لا هنا بيكون عندي مشكلة السرقة. فاهم عليا؟ طيب الاخ يعقوبيان: نعم الله يبارك في عمرك. طب انا انصحك انك انت تحاول تعمل مصايب بقى تمام، في مصايب كده صغيره جدا بتعمل للدبور الاصفر دي تمام، بتحط فيها بعض المواد الجاذبه ليه وبتقدر يعني تتخلص منه يعني تمام، هو خلي بالك مش هيقدر يخش الخليه القويه تمام، ولكن الخطر كله على الخليه لا قدر الله البروازين 3 بالخصوص، انت بتقول 20 دبور بس، خلي بالك الدبابير دي لا قدر الله لو زادت مثلا وصلت لاعداد مثلا 100 و200 و300
هتسبب لك خسائر لا قدر الله في الخلية الضعيفة دي، الخلية الضعيفة اللي هي البروازين والتلاتة، تمام؟ الأخ سعد، الأخ مشعل الله يبارك في عمرك، تحياتنا ليك والأصدقاء في المملكة العربية السعودية. بتقول في عجينة، في العجينة السكرية صلبة للشتاء الشديد، أريد فيديو لها، لماذا أنا اشتريت 4 طرود جديدة ولكن شديدة البرودة شتاء وضباب وأنا لا أستطيع أفتح الخلية أكتر. يعني انت عاوز ايه يعني دلوقتي؟ الاخ مشعل الله يبارك في عمرك، انت دلوقتي عندك عجينه صلبه ولا انت عاوز تنزل الخليه، تنزل للخلايا عجينه صلبه؟ يعني يا ريت بس توضح لي. انت المفروض انت تنزل مثلا لو انت عندك الاجواء في الطائف، اجواء نقدر نقول مثلا صعبه او اجواء شتاء او كلام من ده، فانت نقدر نقول هتنزل عجينه بس سكريه، ملهاش علاقه بقى العجينه السكريه دي صلبه او ولا مش صلبه، ولا هي بتتصلب داخل الخليه عندك؟ يعني وضح لي سؤالك الله يبارك في عمرك، يعني اكون مشكور ليك. يا اخوي الله يبارك في عمرك، بيقول يوجد عندك 8 براويز حضنة مغلقة ولا يوجد يرقات مفتوحة. بتقول انت اخطأت وقتلت البيوت الملكية دون التأكد من وجود الملك لانك حسبتها طردت ولكن دخلت في مرحلة التكذيب والعمليات تبييض وتربية منها بيوت ملكية. دي مشكلة، دي مشكلة. انت عندك الخلية 13 برواز صح؟ مش ده اخونا بتاع السؤال بتاع الخلية 13 برواز ولا هو واحد التاني؟ نعم نعم هو اخونا صاحب الخلية 13 برواز. طب والله يا اخي انت مشكلة كده، يعني انت يعني يا الله المستعان. المشكله ان الخليه اللي دخلت في التكذيب عندك دي قويه، حته انك انت نقدر نقول عشان تنزل لها ملكه، صدقني ممكن تتخلص من الملكه سواء ملقحه او سواء عذره، عذره يكون نادر ان هي تتلقح. ف مشكله والله. طب هي البراويز كلها دلوقتي فيها بيض تكذيب الاخ الحبيب؟ يعني اقصد التكذيب عندك وصل لمرحله ايه؟ مرحله كبيره مستفحله يعني اقصد، ولا لسه في بدايه التكذيب؟ الاخ احمد بتقول لم تستمع الى اجابه سؤالك. انا تكلمت والله، يعني اجبت على سؤالك اخونا احمد. اتوقع انت بس كان عندك مشكلة في البث، يعني اتمنى ان الاصدقاء اللي بيتابع معانا هل الصوت فيه مشكلة؟ عشان بس لو فيه مشكلة يكون عندنا علم. يعني الاخ مروان بتقول هي خليتي وكل يوم نصف لتر وبيسحبها على طول ومفيش تخزين خالص ودرجة الحرارة 20. لا الاخ مروان، الخلية عندك، الخلية عندك دي بيحدث فيها سرقة. الاخ مروان نص لتر ديت يعني يا اخي الله يبارك لك، لو غذيت 10 ايام الخلايا هتبقى متروسه بعسل التغذيه، بل بالعكس ان ده هيكون حتى امر خطا لانك هتكون بتضايق على الملكات في وضع البيض كمان، تمام؟ فالخلايا دي بيحدث فيها سرقه من نحل اخر. انا بافيدك بالواقع او اللي موجود. يعني مشكور الاخ مروان الله يبارك في عمرك. طب الاخ طه الله يبارك في عمرك، انا قلت لك انا طبعا رديت عليك وبعتذر طبعا، بس اللي انا قلت لك عليه انك ترسل لي الصوره، قلت لك ارسلها لي على ماسنجر وانا هشوفها لك ان شاء الله، تمام؟ اتمنى ذلك يعني منك. الاخ احمد من السلطنه، هل متابع معانا الله يبارك فيك ولا مش متابع؟ واتمنى بس تستمع لاجابتك، ولو ما استمعتش ليها انا اقدر اقولها لك مره ثانيه. والاخ مشعل الله يبارك في عمرك، لو متابع معانا نتمنى توضح السؤال.
خلاص انا ان شاء الله اشوف اخونا طه، اشوفها ان شاء الله وارد عليك. فالله يبارك في الجميع. نبهنا في بداية الفيديو للاصدقاء اللي لسه منضمين معانا، تمام، بالنسبة اللي داخل على موسم عسل بإذن الله، سواء السمرة او موسم الحمضيات، ان لابد ان اي بقايا من عسل التغذية الناتجة عن التغذية السكرية لابد ان النحال نقدر نقول ينظفها او ينظف البقايا دي قبل دخول الموسم. دي نقطة اساسية. النقطة التانية موضوعة المكافحة دي، تمام، قلنا محدش يكافح فروة اثناء الموسم، ولا بقى احد يقول لك انا نحل مضطر او النحل عندي نقدر نقول مصاب، لا خلاص هو التوقيت عدى. عاوز تكافح خلية داخل الموسم في الحالة ديت ما تسألش نهائي انك انت تأخذ من عسل، تمام، عشان ما تحطش نفسك بس في موضع الشبهة. موضوع الاساسات الشمعية قلنا يفضل على قد ما يقدر الاخ النحال ما ينزلش اساسات في موسم العسل، لان ده كله بيأثر على الانتاجية، تمام، على قد ما يقدر الاخ النحال. طبعا اللي عنده اطارات مبنية هيكون نقدر نقول كويس او اللهم لك الحمد ممتاز، لانه هيستفيد منها سواء ينزلها في طابق التربية، تمام، او مثلا ينزلها في العاسلات، ونقدر نقول هيستفيد من الامر ده في عملية تخزين العسل وعدم استهلاك النحل للرحيق في عملية البناء، تمام. طبعا كل اخ نقدر نقول بيعمل حسب المقتضى اللي عنده او متطلبات الحاجة. اللي بيجيش نحل ولسه موسم العسل قدامه فترة مثلا شهر او ما يزيد عن الشهر، تمام، انا اشجعه ان هو ينزل اساسات شمعية، واشجعه ان هو النحل يقوم بعملية البناء في التوقيت اللي هو بيقدم فيه التغذية. ليه؟ على اساس ان هو ما يجي وقت الموسم يكون عنده نقدر نقول ما شاء الله 4-5 براويز النحل بناهم جداد موجودين داخل الخلية، او براويز نقدر نقول حقات السنة دي، يعني حقات سنة 2024 ومبنيين بناء شمعي جديد، تمام، فده كله امر ممتاز، تمام. الله يبارك في عمرك الاخ رام، الله يجزيك الخير. الاخ مشعل الله يبارك في عمرك بتقول توضيح للسؤال، عجينة بروتينية وعجينة سكرية والتلاتة صلبة. طيب ماشي ماشي، انا فهمت عليك الاخ مشعل، انا فهمت عليك. ان شاء الله ان لو اتيحت الفرصه اعمل لك فيديو للشيء ده اعمله لك يعني، بس نقدر نقول انت بتتكلم على انك انت هتستعد للعام القادم، تمام. فاللي انا اقدر انصحك بيه استعد للسمر حاليا في الطائف، ما تفكرش في الشتاء القادم بقى، لا، اللي انا اقدر انصحك بيه استعد للسمره عندك في الطائف السنه ديت، لعل انك انت تقدر تقول مثلا تستفيد سواء مثلا في انتاجية عسل او انك انت بتجيش نحل او ايا يكن. ده اللي انا اقدر انصحك بيه، تمام. الاخ احمد الله يبارك في عمرك بيقول مثلا في اختفاء النحل بشكل مفاجئ نزول الخلية من 8 براويز ل3 براويز في خلال اسبوع. طيب الاخ احمد الله يبارك في عمرك، امر من الاتنين، لاما تسمم دي رقم واحد، لإما نقدر نقول مرض لا قدر الله أدى لانهيار الخلية بالشكل ده، تمام. هما الحاجتين دولت بيكون بنسبة كبيرة جدا الأمر خاص بيهم. في أمر آخر وده ساعات بيحدث برضه في بعض الأوقات، إن النحل السارح اللي بيكون في المرعى في بعض الأعداء، أعداء النحل اللي في المرعى نقدر نقول بتأثر تأثير جذري على النحل السارح ده. يعني مش عارف هل ده موجود عندك ولا لا، يطلق عليه ابو قرن، او يقدر نقول يطلق عليه الوساد، تمام. ده موجود في الخليج بس انا ما عنديش علم هو موجود عندك في السلطنه ولا لا، تمام، ولكن ده برضو نقدر نقول من اشد اعداء النحل بالخصوص لما يكون بكميه كبيره، تمام. ده بياكل من النحل السارح في المرعى بشراهه بجد يعني، تمام. فده كله نقدر نقول بينزل من قوه الخليه وبيأثر عليها يعني، فاهم عليا؟ الاخ احمد بتقول نزلت اساس شمع ومعظم الخلايا بتربي بيوت ملكات بكثره، هل الشمع مش كويس ولا ده نشاط الخليه وجزاكم الله خير؟
الخلية الأخ أحمد الله يبارك في عمرك، لو الخلية عندك قوية يعني 9 8 10 براويز، أمر طبيعي إن يتم بناء بيوت ملكية، أمر طبيعي تمام. ولكن لو الخلية نقدر نقول ضعيفة 3 براويز أو 4 براويز وبيبني أساس تمام، هنا هيكون المشكلة مش في الأساس، لا المشكلة في مكان اللي أنت بتحط فيه الأساس نفسه. يبقى أنت المشكلة إنك أنت تحط الأساس في أماكن بتفصل الخلية. فاهم فاهم أقصد إيه؟ الأخ الحبيب بتقول معقول النحل يفتت البراويز؟ نعم، ده بيكون الشمع للأسف جودته سيئة. الشمع اللي هو الأساس لما يكون الجودة بتاعته شوية سيئة، النحل أثناء عملية البناء، بناء الشمع ده بيقوم بعملية تفتيت جزء منه بتلاقيها في أرضية الخلية تمام، وده بيكون للأسف الشديد يعني جودة أو نوعية الشمع شوية فيها رضاءة أو شوية نقدر نقول سيئة تمام. صحيح النحل هيبني البرواز بالكامل، ولكن أرضية الخلية للأسف بتكون فيها بقايا من الشمع بكمية كبيرة جدا. في براويز أخرى ما شاء الله النحل بيبنيها بالكامل وما بيوقعش حاجة في أرضية الخلية، هنا بيفرق جودة الشمع من برواز لبرواز آخر تمام. الأخ الكريم بتقول الخلية عندك في الأرض يوجد زي الغبار. طب انا رديت عليك قلت لك احتمال يكون لو انت بتنزل اساسات احتمال ان يكون في فتات من الشمع يعني. الله يبارك في الجميع. في اي اسئله اخرى ما ردناش عليها؟ نتمنى بس التوضيح. الاخ الكريم بتقول متى يبدا التطريد؟ طب انت بلدك ايه عشان اعرف ان كان التطريد عندك بدا ولا ما بداش. هو عامه الله يبارك في عمرك التطريد بيبدأ نقدر نقول مع النشاط، ونقدر نقول معظم الدول العربية في التوقيت الحالي اللي احنا موجودين فيه في شهر مارس ما شاء الله المعظم ربما يكون الخلايا المكتظة عنده من النحل يحدث فيها تطريد تمام. لأن هي الخلية لما تلاقي مراعي ما شاء الله فيها حبوب لقاح بكمية كبيرة وأجواء معتدلة وازدحام في الخلية، خلاص النحل بيبتدي يبني ذكور تمام، ومن ثم خلاص بعض الذكور بيستعد لبناء بيوت ملكية ويطرد. فاهم عليا؟ تمام. تحياتنا ليك والأصدقاء في سوريا، الله يبارك في عمرك. الأخ أسامة الله يبارك فيك، الله يجزيك الخير، مشكور، الله يبارك في عمرك. 8 و7 و6. طب براد تحطه في ناحية تانية، قلت براد تحطه في ناحية تانية، في ال حط الأساس رقم 2. طب هو عامة خلية مثلا من 8 براويز هتبني بيوت تطريد، ده أمر طبيعي يعني تمام. عامة الله يبارك في عمرك، أنت تابع الخلية اللي تبني بيت ملكي قبل ما تهدمه سواء أنت أو اللي بيتابع معانا تمام، لابد إن الأخ النحال يتأكد الأول من الملكة. للأسف إحنا ساعات بنستعجل في تهديم البيوت الملكية ويكون الملكة لا قدر الله مش موجودة أو مفقودة أو فيها مشكلة، واشرنا للقبل ده الامر ده قبل كده كتير والله. يعني الناس اللي متابعه معانا ما شاء الله من 2 ومن 3 ما شاء الله، صدقني هم عارفين الكلام اللي احنا بنتكلمه ده، عدناه وكررناه اكتر من مره. فاهم عليا؟ فانا انصحك سواء انت او غيرك تمام، اي احد قبل ما يفكر يهدم اي بيت ملكي يتاكد من الملك الاول بالعين المجرده تمام. الاخ اللي كان سأل سؤال على الخلية ابو 13 برواز، انا ما اعرفش انت فين، ولكن يعني انا هرد عليك بنصيحتي ليك عشان بس ما تكونش تفتكر ان احنا تجاهلنا الامر او ما شابه ذلك. الخلية ال 13 برواز دي لو دخلت عندك في تكذيب لمرحلة لا قدر الله نقدر نقول التكذيب مستفحل تمام، في الحالة دي تصدقني هتنزل عذرة، هتنزل بيت ملكي، هتنزل ملكة ملقحة، هيكون ده كله خسائر عليك، لأن قوة النحل المكذب ده هيقتل أي ملكة تنزلها. طب الحل إيه في الحالة ديت؟ الحل إنك أنت هتضم الخلية ال 13 برواز دي على خليتين، وعلى شرط هتضمهم على خليتين قواي
انك صعب انك انت تضم خلية 13 برواز على خلية اخرى ضعيفة، لان الشغلات الكاذبة هتسيطر على الخلية التانية. فانت هيبقى حلك الوحيد هتقسم الخلية ال 13 دي خليتين، ومن ثم تضمها بعد كده على خلية اخرى. تمام. طب لو التكذيب عندك ضعيف او لسه نقدر نقول في بدايته، يعني تكذيب مثلا من 3 4 ايام لسه حديث عندك، لا في الحالة دي بتقدر تنزل ملكة ملقحة، وان شاء الله الامور تكون يعني تحت السيطرة. فاهم قصده؟ اقصد ايه؟ ونزلنا اتوقع يعني فيديو خاص بالتكذيب، وشرحنا الموضوع ده فيه بصورة موضحة يعني. تمام. الاصدقاء اللي بيتابع معانا، نتمنى معرفة هل في اي سؤال اخر او في سؤال ما ردناش عليه، وهل الصوت واضح ولا في مشكلة، ونكون مشكورين يعني للاصدقاء اللي بتتجاوب معانا يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عادل، نسأل الله يا رب تكون في خير وفي نعمة. طبعا الله يبارك في الجميع. ربما يكون من فترة كبيرة والله ما عملناش بس مباشر، ولكن يعني يشهد الله ساعات بيكون الظروف شوية في الوقت صعبة أو ما شابه ذلك. فالواحد والله صدقا لما بيلاقي بعض الفرص أو توقيت إن هو يقدر يكون مع تواصل مع الأصدقاء، والله صدقا ما بنتأخرش يعني. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم يكون الشهر دوت شهر مبارك على الجميع، وشهر مغفرة في البداية طبعا. والأمر الآخر، الأخ النحال يحاول يستغل توقيت النشاط اللي موجود عنده. تمام. لأن معظمنا خسر خلايا في الشتاء، ومعظمنا ربما يكون خسر خلايا في الصيف العام الماضي. تمام. أو حتى في الخريف. فالاخ النحال يستغل وقت النشاط، عوض خسائرك، عوض الخسائر بتاعتك، لانك ما تضمنش الصيف اللي هو هيجي مثلا، خلينا نقول كمان مثلا 5 6 شهور، شهر 7 و8 و9 اللي هو فصل الصيف، ما تضمنش هيبقى الاجواء عامله ازاي، ما تضمنش شح المرأة هيكون عامل ايه لا قدر الله. فحاول تستغل النشاط اللي عندك. تمام. تعوض خسائرك. لو عندك مثلا خليتين فوديوم او 3 او 5 خلايا فوديوم، حاول تمليهم، حاول تقسمهم، حاول تجيشهم. تمام. يعني اتمنى ناخذ النقطه ديت بعين الاعتبار يعني صدقا. تمام. والله يسر الحال يا رب للجميع، ده هدفنا والله في النهايه، في الاول وفي الاخر يعني. الاخ الكريم مش فاهم انا تقصد ايه يعني تقصد تقسيم الاحسن او النفس، مش فاهم. انت تقصد مثلا التقسيم في نفس المكان افضل، ولا تقسيم في موقع اخر؟ يعني يا ريت توضح لي، هل تقصد كده ولا تقصد امر اخر؟ اخويا اسام الله يبارك في عمرك، الله يجزيك الخير يا اخي، ما فيش مشكله، الله يجزيك الخير، مشكور عامه، مشكور، الله يجزيك الخير. وبعدين اللي ما يتابعش دلوقتي يتابع فيما بعد، ما فيش مشكله، اللي يتابع في اي وقت ما فيش مشكله. الله يجزيك الخير يا اخي، الله يبارك في عمرك. طيب الله يبارك في الجميع. يعني احنا ربما يكون تقريبا من حدود الساعه متواجدين، ف نكتفي ان شاء الله بالقدر ده، ولو ربنا احيانا وكان في العمر بقية نحاول بقدر الامكان نعمل بس بكرة ان شاء الله الجمعة، وان شاء الله يكون الاصدقاء المتابعة معانا يعني في انتظار البث ده، ونجلس بقدر الامكان نتحدث بكرة برضو ان شاء الرحمن يعني. اخونا بتقول خليها في بداية تكذيب، وهجرب اضم لها بيت ملكي. لا انا انصحك البيت الملكي، خلي بالك لسه هيخرج فيه عذرة، والعذرة هتقعد على ما تتلقح،
انا انصحك لو متاح ملكه ملقحه نزلها. الفرمون بتاع الملكه الملقحه تقدر ان هي تسيطر على وضع الخليه اسرع. تمام؟ يعني انا حته البيت الملكي دي انا ما بشجعكش عليه. طالما الخليه عندك في بدايه تكذيب ارشح لك ملكه ملقحه. تمام؟ ملكه ملقحه تقفص عليها مثلا يومين او ثلاثه، ومن ثم تبتدي بعد كده ان شاء الرحمن تفرج عنها. تمام؟ ده علشان تنقذ الموقف. تمام؟ عندك ملكة في تقسيمة بروزين، ممكن تقدر تستفيد من الملكة الخلية البروزين دي. تمام؟ وتنزل الخلية التقسيمة البروزين دي تنزل لها بيت ملكي. تمام؟ بس يكون حريص شوية على الملكة الملقحة دي، لا قدر الله منع لفقدانها. احنا مش في حملة خسائر يعني فالله يسر لك الحال يا رب. اخونا محمد ابو سالم، الاخ ابو سالم قصدي من السلطنة، تحياتنا ليك، الله يبارك في عمرك، نسأل الله تكون في خير وفي نعمة يا رب. الله يجزيك الخير، الله يبارك في عمرك. الأخ عادل بتقول عندك خلية بلدي ولا أعرف كيف أتعامل معاها. طب ما هو أنا عشان أشرح لك أنت تتعامل مع الخلية البلدية أو الجبح إزاي، يعني مع الاحترام أنت مش هتعرف تنفذ. هي دي مشكلة. تمام؟ فأنت لابد أنك كنت تشوف لا إما فيديو قدامك على أرض الواقع النحال بيشتغل إزاي في الخلايا الأجباح البلدي، أو يكون نحال قريب منك أو جنبك يجي يشوف لك الخلية اللي هي الأجباح البلدية، سواء مثلا هيفتحها أو يكشف عليها أو يقص بنا زيادة أو ليها شغلها، نقدر نقول اللي هو مخصص ليها يعني. إنما أنا عشان أعطيك نصائح دلوقتي أنت مش عارف تتعامل معاه بجد صدقا، يعني أنا أكلمك بصراحة، أنا مش متأخر عليك بس أنا بأفيدك بالوضع. تمام؟ بتقول وجدت خلية شحنات متوسطة تقريبا 500 خلية تقليدي، كم في المية يكافحون الفروة؟ طب بص بص أخونا مشعل، الله يبارك في عمرك، أنا مش حابب أتكلم في الموضوع ده، أنا بكلمك بالصراحة، أنا أحب الصراحة. تمام؟ الموضوع دوت فيه كلام شك كتير وحوارات كتير ومش عاوزين يزعل بعض الأصدقاء مننا يعني. تمام؟ فأنا أنصحك ركز في نحلك، والله يرزق الناس يا أخي الباقيين يا أخي، اللي يكافح واللي ما يكافحش، واللي كل واحد ليه حاجته بقى يعني، في حاجات ما ينفعش تتقال على الملأ يعني. تمام؟ فالله يرزق الجميع. الأخ الكريم الله يبارك في عمرك بتقول تقسيمة النفضة ولا تقسيمة حرف في؟ بص الأخ العزيز الله يبارك في عمرك، موضوع التقسيمات عامة، تمام، اللي أنا أقدر أفيدك بيه خلاصة الحديث، تمام، إن التقسيمة اللي بتكون مكونة من معظم الأعمار النحلية دي تقسيمة جيدة. أنت لو جيت تلاحظ لما بيحدث مثلا تطريد عند أي أحد من الأصدقاء ويسكن الطرد في الخلية، الطرد بيكون عنده قوة في التطور سريعة جدا، يعني التطريد الجديد بيكون سريع في التطور. تمام؟ ليه؟ لأنه ما شاء الله خارج في الطرد ذكور، وخارج في الطرد نحل صغير ونحل كبير وملكة، في كل اللي انت متخيله في الطرد موجود. فانت لما بتعمل تقسيمة نقدر نقول نحل كبير ونحل صغير وحضن على وشك الخروج، تمام، والتقسيمة ديت نقدر نقول تحطها في مكان، اهم حاجة ما يرجعش نحل مرة اخرى للخلية بتاعته القديمة، والطرد دوت او التقسيمة ديت الله يبارك في عمرك يكون فيها ملكة عذرة، ومن ثم تتلقح هي خلاص هتاخد سكتها في الانطلاق والتطور بعد كده، مش هتحتاج منك حاجة تاني. فاهم عليا؟ انما انك انت دلوقتي مثلا عملت تقسيمة وكل النحل اللي جواها نحل كبير في السن بس، طب ما انت كده عملت خلل،
الخلل ده صحيح هيعتدل ويتحل، بس هيتحل لما يظهر نقدر نقول جيل جديد من النحل الصغير يقدر يعمل التوازي داخل الخلية. فاهمني؟ نفس الأمر برضه لو أنا قسمت خلية كلها نحل صغير في السن، أصبح هيكون تطورها في البداية شوية ضعيف، أو شوية نقدر نقول في ثغرة بسبب إن مفيش نحل بيخرج للصروح، لحد ما يخرج جيل يسرح للمرعى ويجيب رحيق أو حبوب لقاح، من ثم المعادلة دي تعتدل مرة تانية. فهمت أنا أتكلم في إيه؟ فالله يبارك في عمرك. أنا زي ما قلت لك موضوع التقسيم على شكل حرف V هو مش وحش، هو بنقدر نقول بيبقى فيه في الأعمار كلها داخل التقسيمة، بس ده اللي يقسمه اللي هو مضطر يقسم في المنحة دي. إنما اللي مش مضطر ويقدر ينقل الخلايا بتاع التقسيمات موقع تاني يكون أفضل. والله تمام. موضوع النفض ده أنا ما بحبوش، أو نقدر نقول أنا جربته من قبل، نتائجه كانت معايا سيئة. فاهم عليا؟ طبعا أنا ما بجبرش أحد، كل واحد بيشتغل حسب اللي هو شايفه صالح ليه. تمام. الأخ الحبيب بتقول معالجة الفروة هل يؤثر؟ أنا ما أعرفش الدواء اللي أنت بتتكلم عليه ده. أولا الله يبارك فيك، الدواء دوت المكون بتاعه ايه؟ انا ما اعرفوش. بتقول عامه يعني في موسم الحمضيات هل يؤثر العسل على عند اطارات رحيق مفتوحه؟ احنا قلنا الله يبارك في الجميع بقى، قلنا الكلام ده في بدايه الفيديو، وقلنا يمكن في منتصف الفيديو، قلنا ما حدش يكافح فروه نهائي اثناء الموسم. اثناء الموسم يا اخي ما تكافحش. تمام. التدخين نفسه ببعض المواد اللي هي بيكون الرائحة بتاعتها نفاذة، الشمع بيمتصها وبيترك نقدر نقول أثر أو ريحة في العسل. اللهم بلغت اللهم فاشهد. بس أنا ما انصحش أحد نهائي بأي مكافحة أثناء الموسم أو كذلك التغذية، إلا بقى اللي ضميره يسمح بالشيء ده افعل ما تشاء. الأخ مشعل الله يبارك في عمرك، الاستغراب فقط. هو بقى موضوع الاستغراب، بص أحسن عشان هتكلم كلامي مش هيعجب بجد يعني البعض. تمام. الموضوع مشتت شوية، بس أنا أقدر يعني أنصحك، مش أنصحك يعني أقدر إن إن شاء الله ممكن لو أتيحت الفرصة إن أتحدث في الكلام ده أتحدث. تمام. بس هو في خلايا أنا أعرفها صدقا، ربما يكون ما شاء الله تبارك الله يعني من سنين، مش عاوز اقول لك مثلا 15 20 سنه، بس ما تحطش فيها مكافحه خالص، وموجوده ومتقاومه وشغاله ولا يوجد اي فيها مشكله. تمام. عامه الله يرزق الجميع الاخ الحبيب يعني. الله يبارك في عمرك، الله يجزيك الخير، تحياتنا ليك وللاصدقاء في الجزائر. الله يبارك في عمرك، ورمضان مبارك علينا وعليك وعلى الجميع يا رب. الأخ هاني الله يبارك فيك، نسأل الله تكون في خير، والأصدقاء في صعيد مصر الله يبارك في عمرك. دخلت موسم الحمضيات الأخ هاني ولا لسه؟ فنسأل الله يا رب التيسير يا رب. أنا أعلم والله إن المعظم كان الله في العون، يعني موضوع السكر بجد أثر كتير في موضوع التجييش. أنا أتكلم داخل مصر طبعا، أثر في موضوع التجييش، وأثر في ان ربما يكون البعض حتى ما كانش يلاقي السكر. فنحاول نستغل موسم الحمضيات اللي هو ان شاء الله احنا دخلنا فيه فعليا، ان احنا على الاقل نوفر التغذية ونبتدي بقى نجهز الخلايا استعدادا للبرسيم بقى. يعني حتى لو مش هناخد عسل الحمضيات، بس على الاقل احنا بنجهز الخلايا للبرسيم. تمام. ونسأل الله يا رب ان شاء الله يعني يرزقنا من الخيرات الله بإذن الله في الموسم ده يعني. رش الحمضيات بص الاخ الحبيب الله يبارك في عمرك، في رش في الحمضيات كان بيترش صدقا لما انا اكون نازل مثلا موسم الحمضيات ويترش، ما ياثرش على النحل.
اللي هو مثلا الرش اللي بيثبت الزهرة، الرش اللي هو مغذيات للزهرة، رش أمن عامة، هو آمن، آمن على النحل. تمام، صدقني كان يترش مثلا الصباح أو المساء ولا يوجد مشكلة. هي الكارثة الوحيدة في الرش لمؤاخذة اللي بيكون مبيدات أو سميات، هنا دي كارثة، هنا دي كارثة. وعاوز أقول لك أصلا إن هو محرم، محرم أثناء فترة التزهير إنه أحد يرش مواد من اللي فيها السميات دي، أو المواد اللي نقدر نقول مبيدات أثناء التزهير. ده محرم، المفروض إن هو من الزراعة، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي. يعني الناس بتشتغل في أمور، فنسأل الله يا رب العافية، ومحدش بس ربنا محدش يتصدم في نحله بخسائر. بس شفنا مشهد الأخ من اليمن، نشرنا الفيديو بتاعه هنا، وكذلك الأخ اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من البحرين. تمام، بجد فيديوهات بجد بتصعب على أي أحد، إن سواء بتاع أخونا بتاع البحرين أو أخونا بتاع اليمن خسائر بسبب المبيدات. فنتمنى الانتباه والحذر من الأمر ده، والله يسترها يا رب. عامة الله يسر الحال الجميع، ونسأل الله يا رب التوفيق، وإن شاء الرحمن لو أتيحت الفرصة بكرة بإذن الله نكون بإذن الله في موعد بث مباشر بإذن الله تعالى. ونسأل الله يا رب ينصر إخواتنا وأصدقائنا في فلسطين الحبيبة. اللهم آمين يا رب العالمين، ومشكورين شكرا جزيلا.